السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا وبعد طول انتظار نزول السيارة الموفرة للأسواق المصرية. العربية دي كنا صورناها من حوالي سنة سنة ونص في معرض من المعارض، وناس كتير جدا قالت هتنزل امتى. طبعا ان سعرها هيبقى قليل جدا، فهتبقى حاجة لمشاوير البيت وهتبقى حاجة اقتصادية، حاجة موفرة في الزيت والبنزين والصيانات والكلام ده. فناس كتير جدا سألت عليها. من فترة السيارة الموفرة ديت بدأت تنتشر في السوق المصري، نزلت محافظات الصعيد ونزلت الدقهلية قريب والكلام ده. ففي شوية كلام لازم يتقال على العربية دي. ليه؟ أول حاجة فايدة للناس، ثم فايدة للمصنع نفسه والمستورد عشان يحاول يعدل فيها وما تفشلش زي اللي قبلها. إزاي؟ أول حاجة العربية زي ما أنت شايف، أو السيارة اللي قدامك دي زي ما أنت شايف، حاجة محددة صغيرة، يعني هتقضي مشاوير البيت وبتحمل 4 أفراد مرتاحين، 2 ورا واتنين قدام، السواق واحد جنبه. السيارة اللي قدامك دي نازلة بمحرك رباعي الأشواط تبريد مية، بس ساعته اللترية قليلة شويتين. يعني مثلا هو أنا مش فارقة معايا القليلة، ولكن أنا بتكلم على بعد كده القدرات، تمام؟ طيب نازل 220 سي سي تقريبا، هيديك قدرة من 12 ل 13 حصان، كلام جميل جدا، مفيش أي مشكلة. المحرك خلفي مش أمامي، يعني المحرك ورا في العربية، يعني الشنطة هتبقى قدام، الشنطة اللي هتحط فيها الأغراض بتاعتك أمامي قدام السواق، المحرك ورا، كبالن، تبريد مية، شغال بنزين وغاز، 5 غيار، 5 أمامي وواحد خلفي مارشاليه. فقدرة المحرك مقبولة، مفيش مشكلة. الجنوط 14، مساحة العربية كويسة جدا، الستايل بتاع العربية كويس، مع إن كان في تعديل برضه، ولكن كويس مفيش أي مشكلة. طيب سيبنا بقى من مواصفات السيارة العامة. السعر، التعقيب الأكبر على موضوع السعر مع المواصفات الموجودة. ليه؟ لأن قبل كده من كام سنة حصل نفس الموضوع في الهند. شركة هندية صممت سيارة صنفت على إنها أرخص سيارة في العالم في التاريخ. شركة عملت سيارة اسمها تاتانا. للأسف السيارة ديت كانت ب $1400، يعني تقريبا النهاردة على سعر النهاردة تعمل لها حوالي 60,000 جنيه مثلا. ممتازة، ممتازة جدا، وكان ستايل عالي جدا، والمحرك بتاعها أقوى، السرعة بتاعتها عالية، ولكن لمواصفات الأمان للأسف السيارة ديت ما تباعش منها غير قطعة واحدة بس في نهاية عهدها، والمشروع فشل وبدأت تختفي من أسواق الهندية. ليه؟ عشان موضوع السلامة والأمان. طب في حاجة، لو قلنا ان احنا نعمل مواصفات سلامة وامان للعربية دي هتكلف كام؟ تاني حاجة ان مواصفات السلامة والامان هتبقى خاصة بالقيادة بس، بالسواق، يعني السرعة القصوى، الفرامل، الكلام ده، لكن كأحزمة امان وإرب هواء الكلام ده بتهيألي اعتقد مش هنحتاج. ليه؟ لان كده كده سرعتها هتبقى ضعيفة، يعني السرعة القصوى بتاعتها هتبقى في 70 و60، زيها زي التروسيكل والتوك توك بالظبط، لأن نفس الوزن على نفس المحرك، فالسرعة مش هتزيد عن كده، تمام؟ ولو زودت عن كده إن شاء الله هتبقى كل يوم عند ميكانيكي. يبقى إحنا عندنا لازم ناخد بالنا كويس جدا إن أنت هتبقى على سرعة قصوى من 60 ل 70 كيلو. إن جبت أكتر، هتجيب أكتر من كده بس هتبقى خلاص مفيش أمان نهائي، فرملتك عادية. ف مواصفات الامان هتبقى قليله قوي، ده رقم واحد. 2، انا سامع ان السعر بتاعها هيبقى في حدود من 180 ل 190 ل 200,000. طيب ما احنا لو جينا نتكلم بالعقل برضو، انا بدردش مع مين؟ بدردش مع الكل، بدردش مع المستورد، المصنع، التاجر، العميل، انا بدردش مع الاربعه بحيث ان كله يستفيد، ولو في تعديل نقدر نعمله عشان المشروع ما يفشلش. طيب انا النهارده كراجل معايا 200,000 جنيه، اسيب الفيات 128، ال 27، اسيب العربيه السوزوكي التمنايه، طبعا انا بتكلم على حاجات مستعمله، واروح اشتري دي؟ طبعا لا، مفيش عقل هيقول. يعني انا عندي السوزوكي، السوزوكي موفره في البنزين، اقتصاديه جدا، حجمها ممتاز، تمشي عائليه وشخصيه وكل حاجه، وفي نفس الوقت 3 بيستم،
ثلاثة بيستم، يعني انا عندي عزم مع السرعة مع القوة مع كل حاجة. ما احنا برضه بص برضه لازم نجيب الموضوع من كل اطرافه، تمام؟ دايما انا ما احبش، يعني احب لاخيك ما تحبه لنفسك، انا ما احبش الخسارة لنفسي فما احبهاش لغيري. العربية دي النهاردة منزلها لي بيستم واحد وكبالي، موفرة جدا، انا معاك وبنزين وغاز. طب انا ممكن اجيب بال 200,000، انت عارف لو انت حطيت لي مثلا مواصفات ان هي تمشي 50 60 الف جنيه، 70 الف جنيه، 80 الف، في الوقت اللي احنا فيه هتلاقي ناس كتير جدا 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 بدات تتجه ليها. مش هتسيب التوك توك، اي نعم، ولكن هتبص تلاقي كل بيت في نفس العربيه. فانت المهم عندك ان انت تبيع كتير عشان تكسب اكتر، وفي نفس الوقت هتشتغل في قطع الغيار. لكن عشان تزود السعر مش هتبيع ومش هتشتغل ومحدش هيشتري، لان النهارده انا واحد ما اعرفش اي حاجه خالص في الموتوسيكلات او في العربيات، عشان اروح اشتري حاجه زي ديت فلازم اخد واحد فاهم واستشير. طب انا هستشير بني ادم اقول له انا معايا 200,000 جنيه اروح اشتري العربيه دي؟ هقول له لا، هاتهم لي وانا اجيب لك عربيه سوزوكي 800، او اجيب لك عربيه فيات 128 حالتها كويسه جدا زيرو، او 127، او اجيب لك مثلا بجو 504، في حاجات كتير جدا، تمام؟ او لادا، تمام؟ ففي عربيات كتير جدا في الفئه السعريه دي هتبقى كويسه وبحاله كويسه وبحاله جيده، وهتمشي انها عربيه ملاكي مش عربيه زي دي. دي مش عربيه حتى الان، لم تصنف ان هي عربيه. فدي نصايح لازم المستورد نفسه والمصنع ياخد باله منها ويحطها محمل الجد. ده انا ما بتريقش عليه، لا ده انا بحط له حاجات يمكن للاسف المستشارين بتوعه ما قالوهاش ليه. عربيه زي دي المفروض تصمم من البدايه خالص ان هي سعرها ما يزيدش عن 70 80 90 الف جنيه بالكتير بالكتير. تبص بكل المقاييس ما تعملش. هتقول لي يا عم ده التوك توك ب 200,000، التوك توك الناس بتشتريه اولا الشراء النهارده على المستعمل، ما عادش حد بني ادم بيفهم بيشتريه جديد، ده رقم واحد عشان عدى ال 200,000 او 200,000. ثانيا اللي بيشتريه ما بيشتريهوش عشان انا هوصل بنتي هوصل ابني ده عائلي الكلام ده، لا ده بيشتري عشان يسترزق من وراه يجيب له 100 150 جنيه في اليوم يعرف يفتح بيته. فالتوك توك عاد شغل تجاري لان كبار السن ما عادوش لايحين يشتغلوا، فبيجيب توك توك ويشتغل فيه، او بيبقى هو موظف ويجيبه لابنه عشان يزود الدخل عشان الحياه بقت صعبه. فانت ما تقارنش منتج بمنتج، زي ما قلنا في اول الفيديو ده منتج مستقل بذاته خاص بذاته، مش منتج ان انت هتجيبه ويبقى ده بديل توك توك او بديل تروسيكل، لا عمره ما هيشتغل مكان التروسيكل ويحمل ويوصل ناس وكده، وعمره ما هيشتغل مكان التوك توك، تمام؟ فلازم تاخد بالك من الحته دي كويس جدا. ثم ان مصاريفه هتبقى عاليه، انت مديني موتور 220 سي سي تبريد ميه، طيب قطع غياره عامله ايه؟ خدمه ما بعد البيع مين اللي هيصينه؟ انت بتقول لي كمان انجكشن، انجكشن ده يعني دي كارثه ثانيه. انجكشن انت هيبقى في فئه معينه، الفلاحين ما تعرفش الكلام ده. انجكشن يعني انت عايز في كل ورشه هتشتغل فيها جهاز كشف اعطال، ما انا مش هتروح تجرب في الناس، وهيبقى في حساسات، الحساسات ديت بمبلغ وقدره، هيبقى عندك كمبيوتر، لو الكمبيوتر ضرب مش اقل من 3000 جنيه، فهتلاقي في لا كان لازم يتعمل لها حسبه، كان لازم بني ادم بيفهم في الميكانيكا مش مهندس، لان للاسف يعني بعض المهندسين ممكن يعني يرفع عنهم الحاجات دي شويه، فالمهندس على دماغي وبيفهم احسن مننا كلنا، ولكن طبيعه شغله بالورقه والقلم، 1+1=2، لا الفني مش 1+1=2، الفني عارف الشعب اللي تحت ده عايز ايه وامكانياته ايه. يعني انا مثلا لما بتسال عن السكوتر اقول له لا ما تجيبوش في الارياف، ليه؟ انا عارف الارياف ماشيه ازاي، فما ينفعش في الارياف. فنصيحه لله، المشروع ده لازم يتعاد هيكلته من اول وجديد قبل ما ينزل ويطرح في السوق. ده نصيحه من الاخ، يعني السعر يكون مناسب للمحرك، يكون مناسب لنظام التشغيل، يكون مناسب للامكانيات كلها. فحاولوا تقعدوا مع بعض تاني وتشوفوا الامكانيات بتاعت العربيه ديت وسعرها وتقدر تقل لغايه كام وكل حاجه. ضمنتم في امان الله، وربنا يا رب يوفق الجميع، و الدبانة ديت ربنا يهدينا ويهديها. يلا دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.